الله يسلمك، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله بسيطة إن شاء الله، وربنا يكرم إن شاء الله الفترة اللي جاية وأقدر أرجع بسرعة إن شاء الله. يعني نقدر نقول كلها دروس مستفادة وحكم ربانية، الحمد لله نقدر نقول ده حافز كبير ليك في الفترة اللي جاية. الحمد لله الحمد لله على كل شيء، ربنا طبعا ما يجيبش حاجة وحشة، وإن شاء الله أقدر أرجع بسرعة إن شاء الله. طبعا بنقول مروان ألف سلام عليك، وإن شاء الله ترجع لنا في أسرع وقت، وطبعا تعديت بحاجات أكتر من كده، ومعروف إن شاء الله عنك إن أنت بترجع أقوى وأحسن إن شاء الله، وإن شاء الله مستنيينك ومستنيين إضافة ليك إن شاء الله. أكيد إن شاء الله، طبعا إحنا هنا كلنا بنتعامل إن إحنا أسرة واحدة، وإن شاء الله نكسب الماتش اللي جاي، وإن شاء الله اللعيبة رجالة ويفرحونا إن شاء الله. عايز أشكر المنظومة بتاعة نادي فيوتشر ما سابونيش، عايز أشكر الجهاز الفني، اللعيبة كلها جو لي المستشفى، أنا بقول لحضرتك إحنا بنتعاملنا كلنا عيلة واحدة، عايز أشكرهم فعلا، ما حسيتش بأي حاجة خالص، بل بالعكس حسيت إن أنا في وسط أهلي وإخواتي، ويا رب دايما كده، ويا رب إن شاء الله نقدم نتائج تليق بنادي فيوتشر إن شاء الله. محبينك كتير، مش فيوتشر بس، محبينك كلهم. تقولوا ايه؟ عايز أشكر جمهور مصر كله، وعايز أشكر جمهور نادي الزمالك بالأخص على الرسائل اللي جات لي، وعايز أشكر لعيبة نادي الزمالك كلهم كلموني، دول إخواتي وبشكرهم جدا، مش عارف أقول لكم إيه بصراحة، أنا بحبكم جدا كلكم، اللي جاي احلى مع فيوتشر ان شاء الله. إن شاء الله، شكرا. شكرا.